أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. الائتلاف الحاكم باعنا لمنصور عباس والأخير سيبيعنا لمحمود عباس، هذا ما قاله حزب الليكود الذي يقود المعارضة الإسرائيلية في تعقيبه على تصريحات سابقة لمنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة والمنضوية في الائتلاف الحاكم، أشار فيها إلى سعيه لتجديد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس، يتزامن هذا مع هجوم آخر على الحكومة الحالية على خلفية قانون لم الشمل، بحيث تدعو تيارات في الائتلاف إلى إقامة لجنة لتسوية ملفات الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين، توجه يعتقد أنه سينسف الهوية اليهودية لإسرائيل. هل فعلا تمثل مواقف الائتلاف الحاكم ضعفا وتراجعا عن الإجماع الإسرائيلي؟ وإلى أي مدى ستخضع لهذه الإملاءات المفترضة من قبل العرب واليساريين في الداخل وللإيرانيين والأمريكيين وغيرهم في الخارج؟ أم أن هذه الافتراضات لا صحة لها ولا تعد كونها اتهامات تسوق وتهول من قبل معارضي الائتلاف؟ ينضم إلي في هذه المناظرة بروفيسور يوسي يونا عضو الكنيسة الأسبق ودكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أبدأ معك دكتور مئير. دكتور، في البداية وبشكل مبدئي حين توصف تصريحات منصور عباس حول المفاوضات والتوصل لقيام دولة فلسطينية، حين يوصف هذا الكلام بأنه خروج عن الإجماع الإسرائيلي وبأنه خيانة، هل أصبح فعلا كذلك بأن قضايا كهذه أصبحت منزوعة ومحسومة، منزوعة من الطاولة ومحسومة سلفا؟ شكرا لكم على الدعوة أستاذ الكريم، تحياتي لك ولضيفك الكريم صديقي البروفيسور يوسي يونا. هو طبعا أنا أعتقد أنه هذه الشعارات من قبل المعارضة في إسرائيل وهذه الشعارات لا مكان لها وغير واردة على الإطلاق، وأنا أتفق مع التصريح السيد منصور عباس، وأعتقد أنه يجب العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وأعتقد أنه من غير الصحيح أن يقال بأن هذا ليس محل الإجماع في إسرائيل، لأنه الشعب الإسرائيلي نفسه الذي صوت لليمين في مرات عديدة ونفسه الذي صوت للوسط واليسار في مراحل سابقة من التاريخ ومراحل قريبة من التاريخ، ولكن في نفس الوقت لا شك في أنه ما حدث، الجدل الذي حدث يشير بشكل واضح وصريح على ضعف هذه الحكومة. هذه الحكومة هي حكومة ضعيفة كما قلناها في أكثر من مناسبة. أنا يعني لا يجوز على الإطلاق أنه كل وزير يلقي بتصريحات تتناقض مع تصريحات وزير آخر وتتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة. رئيس الحكومة اليوم في إسرائيل هو شخص متطرف للغاية وشخص غير مؤمن بعملية السلام، غير مؤمن بحل الدولتين، يعتقد أنه التوقيع على اتفاقيات أوسلو كان نوع من الخيانة، وأنه من قاموا بالتوقيع على اتفاقيات أوسلو كانوا ارتكبوا جريمة، كما قالها في مناظرة شهيرة بينه وبين الوزير الأسبق وزير العدل الأسبق يوسي بيلين قبل أكثر من 10 سنوات. وفي نفس هذه الوزارة، في نفس هذه الحكومة، نرى أنه وزراء أو رؤساء كتل نيابية تنتمي إلى الائتلاف كالسيد منصور عباس طبعا يحكي بواد آخر للغاية. وبالتالي من المنظور من ناحية موضوعية بحتة، أنا أقول أنه هذه الحكومة عمرها الافتراضي قد انتهى، ويعني يبدو هذا الكلام غريب لأنها حكومة تم تشكيلها قبل أسابيع بل أيام، ولكن طبعا واضح أنها حكومة ضعيفة، ويترأس هذه الحكومة شخص ضعيف، شخص على رأس فقط حزب مكون من 6 مقاعد فقط لا غير. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذا تحصيل حاصل، هذه نتيجة متوقعة، لأنه هذا الائتلاف هو ائتلاف هجين وقام فقط يعني بدون أي أرضية أيديولوجية، بأفكار مشتركة، قواسم مشتركة، القاسم المشترك الوحيد هو رغبة في إسقاط شخص، وهذا الشخص كان شخص منتخبا سواء على مستوى الشعبي سواء على مستوى حزبه. حزب الليكود هو أحد الأحزاب القليلة في إسرائيل التي هي أحزاب ديمقراطية تعتمد نظام الانتخابات التمهيدية وانتخابات رئاسة الحزب. وبالتالي أعتقد أنه كان خطأ الذهاب إلى مثل هذا الائتلاف، كان من وجهة نظري خطأ ارتباط بأقصى اليمين وكذلك مع أقصى اليسار، هذا لم يكن على الإطلاق تفكير موفق من وجهة نظري. كان يجب عدم تفادي حزب الليكود والعمل على تشكيل ائتلاف واقعي، ائتلاف
يكون حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، وبالتالي طبعا هذه النتيجة كانت متوقعة من وجهة نظري، رغم أنني أتفق مع روح ومضمون ما قاله السيد منصور عباس. نعم، نتوجه للبروفيسور يوسي. بروفيسور يوسي، النقاش الذي يدار لا يمثل تراجعا عن مبادئ إسرائيلية، وإنما يمثل ضعفا وهشاشة هذا الائتلاف الحاكم كما قال دكتور مئير، ما رأيك؟ أنا سعيد أن أقول أنه موافق يعني أغلبية اللي حكاه صديقي العزيز مير. خليني أبدأ بقول يعني طبعا مساء الخير لك بشار مير والمجتمع والجميع. طبعا أنا موافق مع هذا الرأي، مع الموقف بأنه الحكومة ضعيفة، بأنه في هناك طبعا فجوات عميقة بين الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية. وبالنسبة لتصريحات منصور عباس، طبعا هو وزير مستقل وله يعني طبعا الحرية أن يعبر عن رأيه، لكن لما يتحدث بأنه هناك مفاوضات أن يقام بمبادرة شخصية، يمكن أن هي مبادرة شخصية لكن لا أرى أنها تمثل يعني الحكومة الإسرائيلية. يمكن أنه طبعا هناك مفاوضات وطبعا هناك لقاءات وهذا مسموح له بين منصور عباس ورئيس السلطة الفلسطينية، لكن خليني أقول أنه هذا نوع من كأنه وسيط وكيل. بروفيسور، يعني عذرا على المقاطعة، تقول بأنه حر ومستقل لكنه جزء من هذا الائتلاف الحاكم، وربما البعض يفترض أنه لا يستطيع التفوه بهكذا كلمات وهكذا أفكار لولا تلقيه تطمينات ما من حلفائه في الائتلاف. بشار، شوف، في هناك أحزاب يسارية، وهذا شيء واضح بأنه الأحزاب اليسارية التي هي شركاء في هذه الحكومة الائتلافية لها موقف واضح اتجاه هذا الملف الفلسطيني، الصراع الفلسطيني، أنه مؤمنين بدولتين الشعبين وأشياء من النوع. لم يكن هناك أنه ضرورة أن يتخلوا عن هذه المواقف، وطبعا مسموح لهم أنه يؤيدوا هذا ويكرروا تأييدهم لهذا الموقف. بقول أنه هو مستقل وله الحرية أن يعبر على 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 مواقفه في هذا المجال، لكن أقول ليس هناك أنه تهديد ملموس على الحكومة الائتلافية يعني بسبب أنه هو تكلم كيفما تكلم. كيفما قلت أسلفت وقلت أنه طبعا هو مسموح له أن يتلاقى مع أبو مازن وآخرين السلطة الفلسطينية، لكن هذا فقط كيفما قلت نقل رسائل من أبو مازن ومن السلطة الفلسطينية للسلطة الإسرائيلية وباتجاه معكس، نقل رسائل من الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية وأشياء من النوع. لا أرى بأنه هذه المبادرة لها نوع خلينا نقول من التحدي ملموس للحكومة الائتلافية. نعم. طيب أعود لك يا دكتور مير. دكتور مير، يعني أيضا إذا ما ربطنا ذلك بالرزم التي كانت قد قدمت لمنصور عباس فيما يتعلق بتجميد أو التفكير في قانون كمينتس حول هدم البيوت ومشاريع لبناء في النقب، أيضا كانت هناك الكثير من الملفات التي نظر إليها من زاوية تنازل عن مبادئ إسرائيلية لطالما كانت راسخة. ومرة أخرى الإشكالية ليست في أن يكون هناك تنازل عن الثوابت، وإنما أن يكون هناك فجوة كبيرة بين ما يحدث الآن في تحت سقف هذه الحكومة وهذا الائتلاف. دعنا نقول أن السيد منصور عباس يقول أنه ليس جزء من الحكومة وإنما جزء من الائتلاف، فدعنا نقول نتحدث عن ائتلاف. ومن ناحية أخرى الوعود الانتخابية والمواقف المبدئية للكثير حقيقة من أقطاب هذا الائتلاف الهجين، وبالتالي هذه هي المعضلة. يعني أنا أعتقد أنه إحدى المشاكل التي تعاني منها اليوم إسرائيل هو عدم مصداقية السياسيين، عدم مصداقية السياسة. صحيح أنه دائما السياسة يوعدون أكثر مما يفعلون، ولكن هنا وفي هذه المرحلة من تاريخ إسرائيل أعتقد أنه ليس فقط أن الفجوة أصبحت كبيرة، بل أنه أصبح هناك تناقض بين ما يقال في الحملة الانتخابية وما يفعل على أرض الواقع. شيء غريب للغاية، أحد وزراء الحكومة الحالية قال في تصريح صحفي، قال لا، نحن لم نخن الجمهور الإسرائيلي لأننا حينما تعهدنا بأشياء الجمهور يعرف أن نحن سوف نعمل نقدها.
يعني هو ياخذ بعين الاعتبار ان الجمهور واعي ويعرف انه لن يحترم. يعني انا يجب علي كجمهور ان اخمن هو يقول هذا معناه انه يذهب يمين وهو معناه انه سوف يذهب يسار لانه قال يمين، شيء غريب حقيقه. وانا اعتقد انه هذا يبعدنا عن روح المبادئ الديمقراطيه التي يبنى عليها اي نظام سياسي عصري. وبالتالي اعتقد انه هذه هي المعضله الحقيقيه. يعني المعضله ليست المواقف كمواقف بحد ذاتها، المعضله هي من 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 وجهه نظري نقطه ثلاث نقاط دعنا نقول بوضوح. النقطه الاولى هو التناقض، ليس فقط الفجوه انما التناقض بين ما يفعل وما قيل اثناء الحملات الانتخابيه. النقطه الثانيه عدم التناسق بين هذه، لكن دكتور وئير فقط لكي يعني لكي نفهم اكثر يعني هذا ما تقوله، لكن مع ذلك لماذا نسمع الكثير من الاصوات التي لا تتحدث، دكتور ان كنت تسمعني، يعني نسمع الكثير من الاصوات في اسرائيل التي لا تتحدث عن تناقض كما وصفته انت، وانما عن بين قوسين خيانه وتراجع عن مبادئ وعن ثوابت اسرائيليه، يعني هذا ما اصبحنا نسمعه في اليومين الاخيرين. نعم، لا هو أنا لن أتحدث عن خيانة طبعا لأنه هذا أنا لست من أنصار هذا النوع من المفردات، ولن أتحدث كذلك عن بعد عن الإجماع لأن هذا كلام غير دقيق. هو ربما هناك خيانة للعهود قد اتخذت من قبل بعض الساسة الذين هم اليوم داخل الحكومة وليس من قبل النخبة الإسرائيلية بشكل عام، لأنه النخبة الإسرائيلية نخبة متعددة وهذه الحكومة هي حكومة هناك يعني تعددية كبيرة، وبالتالي البعض خان البعض لم يخن. يعني رئيس حزب ميرتس رئيسة حزب العمل هم لم يخنوا شيء، هم ما قاله ما قالوه في أثناء الحملة الانتخابية هم فعلوه، لا يوجد يعني حتى فجوة كبيرة بين ما قيل آنذاك. ولكن هو بالأخص أحزاب اليمين هم الذين ذهبوا بعيدا والفجوة ازدادت، بل أصبح هناك تناقض بين الأفكار المبدئية والأيديولوجية التي هم يؤمنون بها وما يفعل اليوم. يعني كيف يعني في وضع طبيعي كيف يمكن انه وزراء يتحدثون بهذه اللهجه؟ طبعا السيد منصور عباس هو تحدث بشكل فردي وهو ليس وزير في الحكومه، ولكنه طبعا محسوب على الائتلاف بحكم انه احد رؤساء الكتل الثمانيه داخل الائتلاف، ولكن هناك وزراء طرحوا تصريحات كذلك تذهب في نفس الاتجاه بشكل او باخر وهم وزراء داخل الحكومه، ورئيس الحكومه طبعا لا يفعل شيء، لا يقول لهم. هذا جيد لان انا لا اختلف مع ما قيل، ولكن اعتقد ان هناك هنا خلل كبير للغايه، واعتقد انه هذه الحكومه لن تصمد كثيرا لانه طيب. هناك كان فزاعه في اسرائيل، فزاعه نتنياهو. نعم ان دكتور. نتنياهو اصبح نعم. دكتاتورا ولن يترك السلطه، ويجب انه الشرطه تتعاون معنا لو انه صمد امام الشرطه ولم يترك قصر بلفور او بيت بلفور، ليس هناك في اسرائيل قصور، وانما طبعا على أرض الواقع رأينا كيف أنه تم ترك السلطة بسلاسة، وأن المؤسسات في إسرائيل هي أقوى من أي شيء آخر وأقوى من كل هذه الفزاعات. نعم بروفيسور، نعم اسمح لي بأن أذهب إلى بروفيسور يوسي. دكتور يوسي نعم بروفيسور يوسي، قال دكتور مئير بأن هذه التصريحات التي نسمعها القاسية هي محصورة في شخصيات معينة، لكن اليوم سمعنا بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة وعلى خلفية ما يعرف بقانون لم الشمل اتهم الائتلاف بأنه يسعى لتحجيم ولإنهاء الأغلبية اليهودية في إسرائيل. هذه هجوم، احنا توقعنا ان تكون هذه هجوم وتستهدف تقويض شرعية الحكومة، شعارات طبعا مثابرة شعارات، ولا لحد الحين لا فعلت ولا عملت الحكومة الائتلافية لحد اليوم اي يعني اتخذت اي قرار يمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية، المصالح الأساسية الحيوية لإسرائيل. لكن خلينا نقول بأنه هذا دور المعارضة، دور المعارضة تريد أن تثبت بأن الحكومة ليس موالية للمصالح الإسرائيلية الأساسية، وهذا مبتابة شعارات. بالنسبة اللي حكاه مير، طبعا هناك دائما خلينا نقول تناقضات، او دائما هناك للاسف الشديد تناقضات وفجوه بين العهود التي تقوم بها احزاب في الساحه السياسيه بالحمله السياسيه، حملات انتخابيه،
وبعدين لما تشكل حكومة في هناك خلينا يتخلوا عن المواقف وإشياء من النوع. هذه طبيعة خلينا المفاوضات الائتلافية يجيب عليك أن تتنازل. وطبعا وأنا موافق مع ماهر صبري بأنه الحكومة حكومة ضعيفة، وهناك طبعا في هناك تناقضات وهناك فجوات عميقة بين الأحزاب التي تشكل الحكومة، ويمكن لا تقضي ولياتها. يمكن طبعا هذا أنا موافق مع ماهر صبري، لكن لا لأنه تواجه مشاكل، خلينا نقول مشاكل خاصة بالمقارنة مع حكومات ائتلافية في الماضي، وليس هناك أنه مس بشرعيتها يعني اتجاه الشعب الإسرائيلي. ولا أرى، وهذا يعني في البداية حكينا عن فكرة الشعبين الدولتين الشعبين، لا أرى بأنه هناك نوع من الخيانة وأشياء من النوع. هذا حكيت مرارا وتكرارا، قلت هذه الحكومة هي حكومة وصفتها كحكومة رد فعل. حكومة رد فعل معناها لا تقوم بمبادرات جذرية. حكومة رد فعل معناها أنه يمكن باستجابة لأي لتطورات على أرض الواقع أو استجابة خلينا نقول ضروط في الساحة، سواء في الساحة الدولية أو الساحة الإسرائيلية، يمكن مفروض عليها أن ترد، يعني أن ترد على تطورات. لكن أنا موافق كمان مرة مع اللي حكاه ماهر صبري بأنه هدفها المركزي إزاحة بنيامين نتنياهو، لكن ليس كيف هو يتكلم ماهر صبري بأنه هذا إشي يعني شخصي وحسب، لا، لأنه بنيامين نتنياهو أصبح كتهدي جوهري للحكم الديمقراطي، النظام الديمقراطي الإسرائيلي. هذا رئيس حكومة توجهت إليه لوحات اتهام خطيرة، وهذا هو ما زال يهاجم الهيئات القضائية في إسرائيل، لا زال يهاجم الشرطة، ولا زال عمليات تحريض ضد اليسار. وهذا يعني إذا نحن حريصين على النظام الديمقراطي الإسرائيلي، ومرارا وتكرارا أنا حكيت هيك لصديقي العزيز ماهر صبري بأنه هذا التهديد، وهو مفروض عليه أن يهتم بهذه الأشياء، يهتم بأنه نتنياهو. لو نعطي فرصة لدكتور مئير تهديدا للنظام الإسرائيلي الديمقراطي. نعم، فقط للتنويه وللتأكيد، اسمه دكتور مئير مصري. دكتور مصري صديقك بيفكر في هند صبري. عفوا صديقي العزيز صبري. نعم، أذهب إليك دكتور مئير. يعني ربما هنا يعني تتغير دفة الأمور قليلا، والبعض يصف بأن تصرفات وسياسات نتنياهو سواء كرئيس للوزراء أو كرئيس المعارضة هي التي تخرج إسرائيل من مبادئها ومن الخط التي لطالما سارت عليها وسار عليها مؤسسوها. لا، أنا لا أعتقد أن هناك ابتعاد عن خطوط سار عليها مؤسسوها، يعني هذا كلام، والحديث عن خيانة طبعا هذا كلام مزعج للغاية. أولا لأنه الخناية، هذا موضوع خناية، يعني كنا نتحدث عن ما يسمى بالتحريض وأيضا ملفات الفساد، لا لا لا, لا خيانة. تفضل. صحيح، نعم، لا طبعا. فبالتالي أنا أعتقد أنه لا، إسرائيل هي ما زالت على المسار الذي أسست عليه الدولة، المبادئ التي أسست عليها الدولة. نعتقد أن هناك مبالغات كثيرة من كلا الطرفين، دعنا نتحدث بصراحة. يعني اليسار حينما يتحدث عن أنه اليمين يحاول تفكيك الدولة والمنظومة القضائية، وأن هناك بناء منظومة ديكتاتورية وحكم فردي، كل هذا الكلام كلام مبالغ فيه كثيرا، وكلام تحريضي، كما أن هناك تحريض من قبل اليمين كذلك عن أنه اليسار قائن ويريد بيع الدولة، ونسي ماذا يعني أن يكون شخص يهودي أو يكون شخص صهيوني، وكل هذه الأشياء. إسرائيل دائما ككل مجتمع ديمقراطي، مجتمع عصري، دائما لا يكون منقسمة، وإنما هناك في إسرائيل تعددية، هناك يمين، هناك يسار، هناك تفكير مختلف فيما يتعلق بحل القضية، الوضع السياسي العالق مع الشريك الفلسطيني، ما يتعلق بمسائل اقتصادية، مسائل اجتماعية. اليمين أكثر محافظة وأقرب للأحزاب الدينية، اليسار أبعد. كل هذه الاختلافات هي اختلافات مشروعة، وأنا أعتقد أنه في نهاية المطاف
يجب علينا تحري الدقة حينما نحلل الواقع الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية أخرى الاحتكام في نهاية المطاف إلى القانون، لأنه الاحتكام إلى القانون هو من وجهة نظري ضمانة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. ولذلك حينما يعني أنا دائما في مناظرات سابقة مع صديقي يوسي هناك اختلافات بيننا، رغم أننا ننتمي إلى نفس الحزب وأفكارنا في نهاية المطاف قد تكون مشابهة إلى حد كبير، ولكن الاختلاف بيننا هو أنه دائما يخلط القانون والاحتكام إلى القانون بالبعد الأخلاقي. البعد الأخلاقي هو بعد هام للغاية، ولكن هو بعد هام للغاية على المستوى الشخصي. أنا حينما أنتخب رئيس حكومة أنا لن أعطي صوتي للرئيس حكومة عليه لوائح اتهام بالفساد، ولكن حينما يتم انتخاب شخص عليه لوائح هنا الاحتكام إلى القانون في نهاية المطاف. أنا كنت أتمنى أنه المحكمة العليا في إسرائيل تقول لا يجوز لرئيس حكومة أن يظل في السلطة وعليه لوائح اتهام، ولكن المحكمة قالت بعكس هذا بعد أن طلبت منها المعارضة تدخل، والمحكمة في نهاية المطاف قالت أنه من الممكن أن يظل بل أن يشكل حكومة جديدة وهو عليه لوائح اتهام طالما أن البريء لم بريء حتى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن رئيس الحكومة هو مواطن كباقي المواطنين، وبالتالي أنه يجوز له طالما أنه لم يصدر حكم نهائي فيه. وبالتالي أنا أخذ هذا الصك من القضاء وأقول هذا يكفيني. صحيح هذا لا يعني كما يقول أحيانا أستاذ يوسي أن الأخلاق لا تهمني، لا هذا غير حقيقي، الأخلاق تهمني في كل، ولكن هناك اختلافات. يعني أنا على سبيل المثال، أنا مثلا على سبيل المثال أستأجر منزل وصاحب المنزل يعامل زوجته بشكل سيء ويضربها ويعامل أولاده بشكل سيء، هل هذا يجعلني أترك المنزل لأنه لا أتفق مع أخلاقيات صاحب المنزل؟ لا، هناك فرق. أنا الصلة بيني وبين صاحب المنزل هي صلة قانونية، هذا لا يعني أنني أتفق مع سلوكي، ولكن حفاظا على استقرار الدولة، استقرار عمل الحكومة. أنا كنت أعتقد أنه كان من المفترض أن يكون هناك محاولة تشكيل حكومة مع الأحزاب القوية. اليوم ليس فقط الإشكالية أن الحكومة ضعيفة، يعني الحكومة ضعيفة، ولكن هناك إشكالية أخرى وهي مرتبطة بالأولى وهو أن المعارضة قوية. نعم. طب يعني أريد أن أعود قليلا لبروفيسور. نعم. اليوم هذا الصيت الكبير. نعم. بروفيسور. لاسين مقعد جيش عرمرم داخل الكريسن. نعم. لاسين مقعد يد شخص واحد نتنياهو ورئيس الحكومة. نعم. أريد أن أعود قليلا بروفيسور يوسي. بروفيسور يوسي لديك تعقيب، ولو نربط أيضا بالمحور الأساسي للحلقة، يعني كان لافتا هجوم المعارضة على الائتلاف الحاكم بسبب تعاونه مع منصور عباس، علما بأن نتنياهو كانت لديه محادثات وكان لديه تعاون و تحالف محتمل مع عباس أيضا، يعني بالحديث عن الأخلاق السياسية هنا. طبعا هذا إيسي واضح، هذا إيسي يعني هذا نوع من استغلال يعني الفرصة أن يهاجم الحكومة الجديدة، حكومة ائتلافية جديدة. وكيف ما حكيت عنه، طبعا كانت هناك مفاوضات ونتنياهو كان مستعد يشكل حكومة ائتلافية مع منصور عباس، وكان مستعد أن يتخلى على أشياء عديدة، وكان مستعد أن خلينا نقول يوفر ميزانيات اللي حصل عليها منصور عباس من الحكومة الائتلافية الحالية. هذا إشي واضح، وهذا كيف ما قلت هذا يعني يمكن دور المعارضة، وهذا المعارضة هل تريد أن تقويض شرعية الحكومة بهذه الأساليب غير لائقة. هذا إشي واحد. ثانيا خليت نقطتين، خليني أعلق على اللي حكاه مير بصري. أولا شوف طلع بشار، في هناك إسرائيل كدولة ديمقراطية في حالة يعني نوع من التوتر أو من التناقض، هناك يعني ملامح ديمقراطية وهناك ملامح يهودية. اليمين المتطرف يريد يعزز الملامح اليهودية على حساب الملامح الديمقراطية، وبالعكس الأحزاب المركزية اليسارية تريد أن تعزز الملامح الديمقراطية على حساب الملامح اليهودية. هل طبعا تناقضات عميقة واسعة، مش يعني كأنه كيف ما يوصفها كأنه إشي قليل، لا هذا إشي جوهري، هذا إشي له أهمية عميقة حسب رأيي. وطبعا في هناك خطورة إذا تزاح إسرائيل إلى الملامح اليهودية
لحد أقصى أنا نتخلى على الملامح الديمقراطية. هذه النقطة اللي أريد أوضحها. وبالنسبة للأخلاق أنا بقول يعني الأخلاق هي مهمة لها أهمية واسعة أمام الجمهور الإسرائيلي، هذا اللي حكيت عنه. إذا رئيس الحكومة في هناك لوحة اتهامات خطيرة ضده، ما يفكر الجمهور الإسرائيلي؟ هذا يكون أنه خلينا المس بالشرعية الديمقراطية الإسرائيلية. نعم. لما الجمهور يرى بأنه هناك رئيس حكومة. نعم. ويتسلك. الوقت انتهى دكتور مير، بجملة لو سمحت. بجملة واحدة، لو كان صديقي يوسي يونا يعتقد بأنه لوائح اتهام وهذا شيء خطير وأنه لا يجوز أن يظل رئيس حكومة بلوائح اتهام، طيب لماذا كان يحتكم إلى القضاء؟ لماذا المعارضة في إسرائيل طلبت أن القضاء يتخذ؟ طالما أننا احتكمنا إلى القضاء فيجب علينا أن نرتضي بحكمه. نعم. والموضوع هذا يطول أصلا وهو قضية بحد ذاتها. أشكركما دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية وبروفيسور يوسي يونا عضو الكنيسة الأسبق، شكرا جزيلا لكما. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من المناظرة اليومية. دمتم بخير.